السلام عليكم، مساء الخير جميعا. الصوت واضح للجميع؟ واضح، نعم الصوت الله يحفظك. الله يعطيك العافية دكتور. السلام عليكم عليك. جميعا ومساء الخير، وكل عام وانتم بألف خير. Good afternoon everyone. Today we are really happy to be in the fourth ICAS society that will be hosted and presented by our colleague in the northern borders. And I'm also glad to be a member of the audience that will be enjoying the whole session. So thank you everyone for attending the fourth ICAS society. يمكن في البداية أنا حابة أقول مقولة قرأتها مؤخرا، that the auditing is not about finding a fault, it's about ensuring the accuracy and integrity. ووجودنا اليوم حقيقة and sharing our experiences sharing our information in order to improve our competence and skills. وحابة يمكن أشارككم، لو تعطوني بس زملاء في حدود السومرية، أنا عارفة أني دهمتكم بس تعطوني بس دقيقة، حابة يعني أشارككم the last week experience. I was attending a visit or I was visiting one of the a bigger region here in Kingdom Saudi Arabia, which is the Jazan region. حقيقة لما زرت جازان ومنشآت الصحية في جازان، أول حاجة سويتها قلت acting as an auditor when I'm acting there for supporting them actually, not for finding any mistake or malpractices. ولما خلصت الزيارة رجعت كل التقارير الخاصة بالآيكا بعد الزيارة، ولاحظت مرة ماتشنج لي النوتد اوبزرفيشن اللي أنا لاحظتها، وكانت جدا حقيقة يمكن الفارينس بينه وبينهم يمكن 1% اختلاف التقييم، وهذا ندلدل عنه برنامج كان جدا فعال عندهم، وإنه نقدر نستخدم these type of auditing in order to ensure the preparedness and readiness of the healthcare facilities at any region. So thank you so much everyone. شكرا دكتور طارق، اليوم وجودك معانا حقيقة أكبر داعم لنا. شكرا لفريق العمل لديك، والمايك عندك. الله يعطيك العافية أستاذ أحلام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أخواني، معكم أخوكم الدكتور طارق الحميد، مدير إدارة مكافحة العدوى بمنطقة الحدود الشمالية. باسمي وباسم فريقي في الإدارة نرحب بكم في لقاء اليوم، وسعيدين جدا بتقديم تجربتنا اليوم في الانفكشن كنترول اوديتنج. وشكرا للزملاء في الاداره العامه على اتاحه الفرصه. نتشرف صراحه ان نكون مستضيفين للقاء اليوم، الذي ان شاء الله نامل من الله سبحانه وتعالى ان يكون ممتع ومفيد ومثري للجميع. بداية صراحة نشكر الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية وإدارة البرامج بقيادة الأستاذ أحلام والأستاذ عادل على إتاحة الفرصة وعلى فكرة الأمسيات، اللي بصراحة أنا أشوفها من أهم مهمة جدا هذه النشاطات لتبادل الخبرات والمنفعة، وأيضا تساعد على تجاوز التحديات وتجيب تساؤلات كثير جدا في كل ما يخص مكافحة العدوى سواء في الآيكا وباقي البرامج، وبحيث أنه تتم مشاركة الفائدة بين المناطق ومن ذوي الاختصاص والخبرة. أود بالبداية صراحة أشكر كل عضو في إدارتنا على تفانيهم وجهودهم. واجهنا صراحة في الإدارة وفي المنطقة كثير من التحديات في الفترة الماضية، لكن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى كان لهم الفضل الأكبر على تجاوزها والتغلب عليها. بصراحة أنا أقولها اليوم، أنا فخور أني أعمل معهم وضمن فريقهم، وبإذن الله سبحانه وتعالى نطلع معهم إن شاء الله لمزيد من النجاحات على مستوى الإدارة وفي مجال مكافحة العدوى. يمكن اليوم اللقاء مثل ما تشوفون هو لقاء ما راح يكون one direction، احنا نبغى نسمع منكم. هو لقاء اليوم نسعى إن شاء الله أنه الفائدة تكون للعموم، ويتم بإذن الله تعالى مناقشة أبرز النقاط والتساؤلات اللي أنا متأكد أن أغلب الانفكشن كنترول إيديتورز في المملكة من باقي المناطق واجهوا نفس التساؤلات،
وإن شاء الله نحصل يعني الإجابة اليوم من اللقاء، ونستفيد من خبرات الزملاء في المجال. يمكن بالبداية راح يتكلم زملائي عن المنشآت في المنطقة وبعض تفاصيلها، ويمكن ملخص سريع على الزيارات السابقة. بعدها بنتكلم عن أبرز التحديات اللي واجهناها وكيف تم تجاوزها وتحسينها، وكل المواضيع اللي راح نتطرق عليها هي باب للنقاش. أيضا في بعض النقاط اللي سنقف يعني عندها لفتح باب النقاش، اللي فيها تساؤلات كثير وفيها دائما هي مصدر لي يعني السؤال دائما بين اللي يصادفونها الانفكشن كنترول اديتورز. اليوم صراحة هدفنا يعني مثل ما قلت ما يكون وان دايركشن، نبي نسمع أفكاركم، نقاشكم، مساهماتكم في كل نقطة تطرح إن شاء الله للنقاش في لقاء اليوم. وأنا واثق بإذن الله يعني أننا إن شاء الله نطلع اليوم من ساعة اللقاء هذه بفائدة وبأفكار وحلول كثيرة للنقاط. يمكن ما ودي أطيل أكثر من كذا، يعني أعلم من الوقت بصراحة اليوم، يعني ساعة لقاء هي الوقت ضيق. أنا بترك المجال لزملائي والباب النقاش، اللي أنا بصراحة متوقع كلنا متوقعين اليوم أنه يأخذ الحصة الأكبر من لقاء اليوم. أترككم، يعطيكم العافية، وأترككم مع زميلتي أستاذة منى. شكرا لك دكتور طارق، يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، معاكم منى العنزي مشرفة إدارة البرامج. في البداية نتقدم بالشكر أنا وزملائي المقيمين منسوبي إدارة مكافحة العدوى بالمنطقة لاختياركم لنا لتقديم هذه الأمسية. بإذن الله هذا المساء راح نتعرف على منطقة الحدود الشمالية وكيفية مراحل تقدمها، خاصة في برنامج الآيكا. منذ انطلاقة بداية البرنامج منذ 2017 إلى وقتنا الآتي، ونطمح بإذن الله للمزيد من الإنجازات لنصل إلى مراحل متقدمة من التطور لتحقيق الهدف من عمل الزيارات الإشرافية. فقد كان هدفنا لم يكن فقط وضع درجات على المعايير المطلوبة أو حصول المنشأة الصحية على درجات عالية، ولكن كانت من ضمن أهدافنا لهذه الزيارات هي الاهتمام بجودة التقييم. وكلما كان التقييم دقيق والملاحظات واضحة، كلما كان من السهل العمل على وضع خطط تصحيحية لها وتجنبها في المستقبل. وأيضا تعتبر الزيارة هي فرصة للتواصل مع أقسام مكافحة العدوى والمنشآت الصحية المستهدفة، والوقوف على هذه التحديات التي تواجههم، وتقديم المساعدة لأجل الحفاظ على بيئة آمنة وصحية والتصدي للعدوى والأوبئة والأمراض الناشئة والمستجدة. وأيضا من أهدافنا للزيارة تتضمن برضو التواصل الفعال مع الممارسين الصحيين، وتقوية هذه العلاقة من تمريض وأطباء وعاملين صحيين في المنشآت الصحية، ومحاولة إيصال مفهوم مكافحة العدوى والأدوار التي يقومون فيها في مجال عمله. وأيضا تعتبر الزيارة فرصة هي لزيادة وعيهم وتدريب العاملين الصحيين في المنشآت الصحية لتقديم خدمة وسلامة للمرضى والمراجعين والعاملين الصحيين التي نطمح دائما للوصول لأعلى المراتب فيها. وأيضا تعتبر الزيارة نقل تحديات تواجه المنشآت الصحية من تطبيق معايير مكافحة العدوى وتوصيلها إلى الجهات الداعمة التي تساهم في وضع المعالجات لها. فدائما مع تكرار الزيارات يحدث تغير ملحوظ في تطور برامج مكافحة العدوى، لنتمكن من توفير بيئة آمنة للمريض والممارس الصحي والزوار والمراجعي للمنشأة الصحية. بداية راح نتعرف على منشآتنا في المنطقة. في المنطقة احنا عندنا 8 مستشفيات عامة، هي ما بين السعة السريرية ما بين المتفاوتة ما بين 300 سرير إلى 50 سرير، ومركز قلب واحد، ومستشفى رعاية مديدة، ومستشفى صحة نفسية، وثلاث مراكز أسنان تخصصية، و43 مركز صحي حكومي، ومركز غسيل كلى واحد ديافرام خاص، ومركز تأهيل الشامل. نأتي الآن إلى الزيارات الإشرافية وكيف كانت على مستوى المنطقة منذ بداية انطلاقة برنامج الآيكا في مكافحة العدوى منذ عام 2017. قد قامت المنطقة بأكثر من 272 زيارة إشرافية تقييمية،
للمنشآت الصحية للمنطقة، فمنها كانت 132 زيارة آيكا للمستشفيات، بدايتها كانت من 2017، والتعقيم كانت 107 زيارات كانت من بداية انطلاقتها من 2018، والذاكة كانت عندنا 17 زيارة من بداية انطلاقة البرنامج منذ 2019. مراكز الكلى كان عندنا 6 زيارات منذ 2021. كانت عدد الزيارات المدخلة في الباور بي آي في الوقت منذ 2017 كانت 64 زيارة، 64 تقرير في الباور بي آي موجود، كان 5 منها فقط في التقرير كانت يعني كانت غير مرضية، 5 فقط، فتمثل تقريبا 7% من التقرير البالغ عددها 64 تقرير، فتعتبر الهدف هو فعليا جودة للبيانات المدخلة والتحقق الكامل من صحة تقييم المنشآت بما يخدم المنشأة والمنطقة. فيثبت ذلك هو تقييم الفريق المركزي في الوقت منذ 2017 للسايكا، كان الفرق في زيارات السنة الأولى كان 4 والسنة الثانية كان أقل الفرق، كان 2.08، فيعكس ذلك على تقييم الفريق في ذلك الوقت. نكمل الآن رحلة الآيكا من 2017 إلى وقتنا الحالي مع الدكتور صلاح. تفضل الدكتور صلاح. السلام عليكم. أولاً يسعدني ويشرفني أن أرحب بالزملاء الكرام أعضاء فريق البرامج التقييمية بالإدارة العامة لمكافحة الأدوية المنشآت الصحية، أستاذ أحلام والأستاذ عادل وجميع الفريق وبالزملاء المقيمين المناطي وبالحضور الكريم، شاكرا لكم تواجدكم معنا اليوم في ملتقى مكافحة العدوى. إدارة مكافحة العدوى لمنطقة الحدود الشمالية تدعوكم في رحلة قصيرة في دقائق معدودة نستعرض فيها مسيرة البرنامج منذ انطلاقها في العام 2017. يعني نستميحكم عذرا وناخذ جزء من وقتكم منه نستعرض بعض الانجازات والتحديات التي واجهتنا كفريق تقييم شامل. زي ما ذكرت زميلتي منى وزميلي الدكتور طارق من قبل، انه واحده من اهم اهدافنا للزياره انها فرصه تعتبر للتحسين في تطبيق معايير مكافحه العدوى والتعريف ببرامج مكافحه العدوى للزملاء في المنشآت الصحيه. في البداية يعني مقارنة بسيطة ما بين العام 2017 و2018 بداية انطلاق البرنامج والعام النصف الثاني من العام 2023. يعني نلاحظ مثلا في العام 2018 كانت نسبة تطبيق معايير مكافحة العدوى في المستشفيات أكثر من 200 سرير 70%، في حين كانت النسبة 59% للمستشفيات أقل من 200 سرير. قفزت النسبة دي هاي في النصف الثاني من العام 2023 إلى 91% أو قرابة 92% للمستشفيات أكثر من 200 سرير، وإلى 87% للمستشفيات أقل من 200 سرير. التحسن بصورة عامة في المعايير كان بصورة تدريجية بدءا من العام 2017 وحتى قبل العام 2017 لما كان الزيارة تتم لمعايير الكورونا في ذلك الوقت في 2016 و2015 وزيارات سباهي من الأول. نلاحظ انه كان مستوى المنطقة في مفهوم مكافحة العدوى وتطبيق مكافحة العدوى كان متدني جدا، فتقريبا في المستشفيات سواء كانت كبيرة او صغيرة كانت معظمها في النطاق الأحمر. بدأ التحسن بصورة تدريجية وكل ما لقينا فرصة للزيارة كانت فرصة للتدريب، إلى أن وصلنا يعني بحمد الله في العام 23 إلى مستويات النطاق الأخضر وإلى مستويات مرتفعة في مستشفيات أقل من 200 سرير. حتى على مستوى المستشفيات برضو التحسن نلاحظ انه تحسن تدريجي بدءا من العام 2017
إلى وصلنا العام 2023، حيث 4 مستشفيات من 8 مستشفيات تعتبر 50% من المستشفيات في النطاق الأخضر. نختار مستشفيين فقط لإلقاء تسليط الضوء على مستوى التحسن اللي حصل في خلال الفترة الماضية. هي مستشفيين من المستشفيات الأكبر من 200 سرير، مستشفى الولادة والأطفال بعرعر ومستشفى طريف. ونلاحظ برضو هنا يعني في العام 2017 كنا في نسبة حوالي 75-80%، والآن نحن في 2023 في النطاق الأخضر بنسبة أكثر من 90%. نفس التحسن حدث في المستشفيات 50 سرير. فمثالين أيضا هي مستشفى العويقيلة ومستشفى الشعبة. نلاحظ إنه مثلا كانت المستشفيات في النطاق الأحمر بنسب يعني نتحدث عن نحن 55 و60% في العام 2017 و2018، وتحسنت النسبة بمرور الوقت وبمعرفة الزملاء بالمعايير وبالتدريب وبمحاولة وضع خطط تحسينية، إلى أن وصلنا إلى نسبة تجاوزت 85% للمستشفيات الصغيرة. لو نظرنا إلى البرنامج من ناحية الأقسام أو الديبارتمنت، خدنا مثالين فقط ل تحسن على مستوى الديبارتمنت، فقسم مكافحة العدوى وقسم الوفيات. قسم مكافحة العدوى يعني لا، نلاحظ إنه في نسبة تحسن كبير جدا، بحيث كانت في 2017 المعايير التي تخص قسم مكافحة العدوى لا تتجاوز 67% فقط، الآن نحن فوق 96%. السبب انه يعني كان معظم المستشفيات في ذلك الوقت ما عندهم ويل كونستراكتد انفكشن كنترول تيم، بسبب زيارات الايكا والملاحظات والمطالبات بتثبيت الزملاء وتدريبهم والحصول على الخبره الكافيه. تمكنت معظم الان المستشفيات عندها اقسام مكافحه عدوى فعاله وقادره على تطبيق البرنامج. ايضا المثال الثاني اللي ماخذينه على مستوى الديبارتمنت هو قسم الوفيات، الذي يعتبر يعني كان من الاقسام شبه المهمله في المستشفيات. وكان مثلا في العام 2017 نسبه الالتزام بمعايير مكافحه العدوى في قسم المورشري لا تتجاوز 55% على مستوى المنطقه ككل. فالآن نحن في العام 23 في اهتمام زايد بالمعايير مكافحة العدوى في القسم، ووصلنا في نسبة تصل إلى 85% ونتطلع إلى مزيد. على مستوى البرامج نختار برضو بعض البرامج نلقي عليها الضوء. عندنا برنامج مثلا تطهير الأيدي، وهو من البرامج الرئيسية في مكافحة العدوى. ونلاحظ إنه في بداياتنا لما كنا نقوم بالزيارات في العام 2017 كانت المعايير التي تخص تطهير الأيدي لا تتجاوز نسبة التزام بها 60%، الآن نحن نتحدث عن 82% ونتطلع إلى مزيد، خاصة أن البرنامج من البرامج الرئيسية جدا في مكافحة العدوى. المثال الثاني اللي أخذناه هو عيادة الموظف، وبرضه واحد من الأقسام المهمة جدا في مكافحة العدوى، واللي ما كان فيها تطبيق حقيقي للمعايير كما هي مطلوبة في الآيكا. فنلاحظ كان مثلا معظم المستشفيات يا إما ما فيها قسم بالصورة الحقيقية أو فيها قسم يقدم بس خدمات علاجية. فنلاحظ انه بمرور الوقت حصل تحسن كبير في القسم، وصلنا نتحدث عن نسبة فوق 86%. ايضا من البرامج ذات الاهمية الكبيرة وفيها حصل قفزة كبيرة جدا في التحسن هو برنامج السيرفيلانس والبندل. يعني كان مثلا نسبة الالتزام بتطبيق معايير البندل كانت 44%، في حين انه الان نحن نتحدث عن
يعني زيادة في عدد المعايير المرتبطة بالسيرفيلانس وخاصة بالبندل، ومع ذلك فهي نسبة الالتزام أصبحت عالية جدا جدا 81%، ونتطلع إلى التزامنا أن يصل 100%. وحتى كبرنامج سيرفيلانس أيضا أصبح الزملاء ذو معرفة كافية، من خاصة بعد الكثير من الزيارات والتعليقات على الملاحظات والخطط التصحيحية. فكبرنامج سيرفيلانس وصلنا أكثر من 93% على مستوى المنطقة. أيضا من البرامج اللي أنا بعتبرها برامج يعني نشأت بسبب زيارات الآيكا، هي الأوت بريك مانجمنت والأنتي الاي ام ار. يعني دي البرامج ما كانت موجودة بصورة يعني فعلية في المستشفيات قبل زيارات الآيكا، لكن بزيارات الآيكا والتواصل المستمر والخطط التصحيحية نلاحظ مثلا عندنا برنامج التفشيات كان الالتزام فقط 54%، الآن نحن نتحدث عن 95%. والـ AMR كان يعني تقريبا ما فيش برنامج يذكر، معظم المعايير غير مطبقة، والآن نتحدث إلى نسبة تجاوزت 70%. في طريقنا للوصول لهذا المستوى من تطبيق معايير مكافحة العدوى والانتقال من يعني معظم معايير في النطاق الأحمر أو حتى مستشفيات في النطاق الأحمر إلى مستشفيات دخلنا نحن في النطاق الأخضر بنسبة تجاوزت 90%، يعني مرينا بتحديات وواجهنا صعوبات وقمنا بعمل إضافات وخطط تصحيحية واستخدمنا أدوات كثيرة جدا جدا. في الجزئية الآن نستميحكم أن نذكر 6 نقاط فقط، وهي يعني تحديات مرتبطة بطبيعة المنطقة والمقطع الجغرافي وكيف تعاملنا معها، تحديات متعلقة بفريق التقييم نفسه كيف بدينا والآن وصلنا إلى وين، وتحديات التواصل مع القيادة مع قيادات المنطقة والحصول على دعم قيادات المنطقة لتطبيق البرامج، وده كان له أثر كبير جدا جدا في النقلة وفي إيصال مفهوم مكافحة العدوى للزملاء في المستشفيات، تحديات البنية التحتية وتحديات متعلقة بالتوثيق والسياسات والنماذج، وأخيرا تحديات متعلقة بالفيفتي بيت هوسبيتال، وهي يعني تعتبر تحديات بعضها ما زال قائما وهي تحديات حقيقية وكيف تعاملنا معها. نبدأ بالتحدي المتعلق بطبيعة المنطقة، يعني منطقة الحدود الشمالية هي منطقة مميزة جدا، تعتبر يعني من المناطق الطولية وتباعد المنشآت الصحية، مدينة عرعر خاصة يعني شكل تحدي لفريق التقييم وتنقلاته والتزامه بمواعيد الزيارة وساعات العمل الرسمية بالمستشفيات. فعندنا مثال بسيط هو منطقة الشعبة، مستشفى الشعبة يبعد 450 كيلو من عرعر. كنا لما نمشي لزيارة للشعبة في الغالب بنصل في أوقات متأخرة يعني قريبة من نهاية الدوام، يعني يكون مثلا بعد الساعة 12 ونص أو 1، وفي بعض الأقسام تكون يا خلص الدوامة أو قاربت أنها تخلص دوامة زي اللندري والكيتشين وحتى الدنتال كلينيك. فشكل تقييم المنشأة يعني تحديا للفريق، تطلب تغيير في تكنيك عمل التقييم. فمثلا بدل ما نبدأ بالأجسام الاي سي يو والطوارئ او بقسم مكافحة العدوى او نبدأ بالدوكيومنتيشن، نقوم نعدل من تكنيك الزيارة ونبدأ بالأجسام اللي على وشك الإقفال او الانتهاء، او الاقسام اللي لدوامه دوام واحد مثلا زي الكلى في الغالب بتنتهي عند الساعه 12 او قبل الظهر فقط. ايضا تباعد المنشات يعني الوصول في الوقت ده بيؤدي الى اشكاليه بسيطه اثناء الزياره، وهي انه مثلا نلقى بعض الاقسام مغلقه او الاستاف خلصوا
وغير متواجد او ما فيش حد في القسم، ده يعتبر يعني تحدي، وانا اعتقد انه ما اول مره يثار هذا التحدي. لكن احنا برضه من المناطق اللي واجهنا تحدي انه بعض الاقسام مثلا تكون مغلقه، ما فيش حد من القسم حتى تقييم المعيار. فصراحة نحن كمقيمين على مستوى المنطقة يعني مواجهتنا للتحدي تختلف من مقيم إلى مقيم، وطريقة كل مقيم تختلف. لكن بصورة عامة تعتمد على خلفية المقيم عن المستشفى. فطالما إنه المقيم عنده، يعني إحنا كمجموعة اتفقنا إنه طالما إنه المقيم زار المستشفى من قبل وعنده خلفية كافية عن الجسم المغلق، لا يعني انه يسيب الجسم بدون تقييم، خاصه انه المستشفى بعيد ولا ما لا يمكن اعاده الزياره في اليوم التالي. وبالتالي طائي على المقيم ان يفتح القسم بنفسه ويدخل ويقيم الاجزاء الخاصه بالاوبزرفيشن والاجزاء الخاصه بالدوكيومنتيشن، في حين تظل الاجزاء الخاصه بالستاف انترفيو هي الصفريه بسبب عدم تواجد الموظف. وغالبا الاجسام اللي بنواجهها مثلا زي المورشري هي معظمها تعتمد على الدوكيومنتيشن والاوبزرفيشن اكثر من الاستاف انترفيو. وبالتالي تجاوزنا الحته بتاعت الاقسام المغلقه او على وشك الاغلاق بسبب تباعد المنشآت الصحيه، بتغيير تكنيك الزياره وبتقييم الاقسام المغلقه حتى في حاله عدم وجود موظف. عندنا أيضا التحديات المتعلقة بفريق التقييم. في 2017 و2018 نحن كنا عدد المقيمين فقط 3 مقيمين، الآن أنا أتحدث عن 10 مقيمين في إدارة مكافحة العدوى، وحوالي 3 مقيمين في التجمع و3 مقيمين في المستشفيات. يعني الحمد لله العدد كبير جدا، جميعهم معتمدين وأخذوا لايسنس بتاع الآيكا. نتحدث أيضا بخصوص التحدي اللي واجهنا مع الليدرشيب سبورت. في بداية انطلاق البرنامج في أوائل العام 2017، وفي الورشة التعريفية قيادات المنطقة الصحية، كان تواجد المدير العام يعني لافتا منذ البداية. المدير العام السابق يعني هو اللي اهتم بالبرنامج مكافحة العدوى، هو اللي انبرى للتعريف ببرنامج مكافحة العدوى للمدراء المستشفيات ومدراء الطبيين ورؤساء الإدارات بالمنطقة. هو اللي كان بيجيب بنفسه عن أسئلتهم عن البرنامج، وكمان هو عمل مؤشرات لمتابعة البرنامج، وهو بنفسه اللي طلب من رؤساء المدراء المستشفيات إنه يتبنوا البرنامج. اللي فعله المدير العام في بداية انطلاق البرنامج كان له أثر كبير جدا في تقبل مدراء المستشفيات للبرنامج، وعمل إجراءات تصحيحية فورية خلال كل زيارة احنا نمشي لها، نلاحظ أي ملاحظة نطلبها منهم بيقوموا بتعديلها بصورة فورية. حتى مع تغير المعايير بمرور السنين، يعني اختلفت بعض المعايير، اتشالت بعض المعايير، أضيفت، فكان يعني لهم يتحملوا التغيرات اللي حصلت في المعايير، وكانوا دائما وأبدا الملاحظات خاصة على المستوى البنية التحتية يقوموا بتغييرها. فصراحة له أثر كبير جدا جدا دعم الإدارة في التحسن الكبير في برنامج مكافحة العدوى وفي تقبل الزملاء بالمستشفيات لبرنامج مكافحة العدوى، خاصة في كريتيكال كير اريا، وعارفين الضغط اللي هم مواجهينه من كثرة العمل والمرضى وغيره، ومع ذلك تقبلوا البرنامج بسبب تفهم مدراء المستشفيات للبرنامج. يعني لم يتوقف الدعم على مستوى مدراء المستشفيات فقط، بل انتقل إلى البنية التحتية. ف
فواحدة من البرامج التحسينية والمشاريع التحسينية اللي قمنا بها يعني كان مشاريع غرف العزل. يعني في العام 2017 عندنا كان 3 مستشفيات بالإضافة إلى الصحة النفسية، يعني 4 مستشفيات من أصل 10 مستشفيات ما كان فيها ولا غرفة عزل فعالة. 3 منهم ما كانش فيها غرف أصلا، ومستشفى كان فيها غرف لا تعمل، غير الملاحظات الموجودة في 3 مستشفيات. في الغرف الموجودة 3 مستشفيات، كان فقط تقريبا هم 4 مستشفيات اللي عندهم غرف تعمل حتى وإن كان بها ملاحظات. بسبب زيارات الآيكا والملاحظات اللي كانت بتتم من فريق الآيكا، وكانت ترفع للمدير العام وهو اللي تبنى مشروع تحسين الغرف الموجودة وإنشاء بعض الغرف، فنلاحظ إنه كيف قفزت عدد الغرف من 33 غرفة في العام 2017 إلى أكثر من 77 غرفة فعالة في العام 22، يعني تقريبا أكثر من الضعف. المشاريع لم تتوقف على مستوى غرف العزل فقط، بل انتقلت أيضا إلى قسم التعقيم. يعني تقريبا عملنا مشاريع تحسينية في معظم المستشفيات، في مستشفى طريف، مستشفى عرعر المركز، الولادة والأطفال بعرعر، مستشفى الولادة والأطفال برفحة، ومستشفى البرج، مستشفى القلب، مستشفى الأمير، مستشفى العبيقيلة. ما كل المشاريع دي الآن اكتملت، في بعضها إلى الآن جاري العمل عليه، ولكن مشاريع التحسين على البنية التحتية في التعقيم المركزي كان له أثر كبير جدا في رفع نسبة الالتزام في أقسام التعقيم، حيث كانت في العام 2017 فقط تمثل 64%، في حين إنه الآن في العام 23 هي 85%، وفي مستشفيات كثيرة في النطاق الأخضر، وفي مراكز كثيرة جدا اللي اكتمل فيها المشروع، يعني عندهم من أحسن أقسام مراكز التعقيم بالمملكة. مشاريع التعقيم برضو انتقلت إلى مراكز الأسنان. يعني إحنا تقريبا في العام 2017-2018 لما كانت الزيارات لمراكز الأسنان، عندي مركزين من أصل 3 ما كان عندهم تعقيم مركزي أصلا، في حين إنه المركز الثالث كان عبارة عن غرفة صغيرة لا تصلح لأن تكون تعقيم بالمستوى المطلوب. يتعامل مشاريع تحسين في الـ3 مراكز، والآن بالنسبة لالتزام معايير مكافحة العدوى في التعقيم المركزي في مراكز الأسنان يعني تتجاوز 77%. أيضا قمنا بمشاريع تحسين على مستوى المناظير، في هو مشروعين تحسين، وإلى الآن جاري التحسين في المركزين. البنية التحتية أيضا شملت مراكز الكلى، أقسام الكلى التابعة للمستشفيات الحكومية. تقريبا أنا بالمنطقة عندي 5 أقسام كلى تابعة للمستشفيات، 4 منهم تم تجديدها بالكامل وعمل مشاريع تحسينية بالكامل لها، هي طريف ومركز الكلى بطريف وعرعر ورفحة والشعبة، ودي نقلت يعني نسبة الالتزام بتطبيق المعايير في المراكز دي، هي نقلة كبيرة جدا جدا من 66 إلى 88%. الآن شغالين مشاريع تحسين ل غرف العمليات اللي هي تحتاج فعلا اهتمام، ومستقبلا تحتاج إلى مشاريع تحسين. نجي للجزئية الخامسة المتعلقة ب العقبات التوثيق و أهم، أنا شايف واحدة من أهم الجزئيات اللي نحن استعملناها وهي المشاركة ما بين أقسام مكافحة العدوى بالمستشفيات. يعني تحديات، نبدأ بتحديات التوثيق. واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي نحن استخدمناها وهي تعتبر يعني نقلة الدوكومنتيشن في مكافحة العدوى على مستوى المنطقة، نقلة كبيرة جدا جدا،
هو انه نحن كنا دائما وابدا اثناء زياراتنا بنبحث عن احسن مستشفى عنده دوكيومنتيشن في مجال معين، مستشفى عنده سياسه تعتبر من افضل السياسات، او عنده نموذج احسن بصوره ممتازه جدا، او قادر انه يعمل دوكيومنتيشن لجزئيه بصوره صحيحه، او عنده بلان او بروجرام او تشيك ليست معمول بصوره يعني مرضيه، ناخذ منه الفكره ونستاذن منه ويتم تعميمها على بقيه المستشفيات. الحاجه دي هي نقلت الدوكيومنتيشن تقريبا في معظم المستشفيات الى ان تكون متقاربه الى حد ما. يعني في العام 2017 و2018 نحن لما بدينا كانت معظم السياسات اما ان فيها ملاحظات او غير مكتمله او غير سياسات غير صحيحه، والنماذج غير موجوده، وما فيش خطط، ما فيش حاجات الدوكيومنتيشن مكتمله. بالزيارات المتكرره ونقل التجارب من الزملاء من المستشفيات الى المستشفيات الاخرى، يعني وصلنا الى تقارب كبير جدا في المستشفيات على مستوى الدوكيومنتيشن. ايضا واحده من الادوات اللي صراحه انا شخصيا شايفها من افضل الاشياء اللي نحن عملناها في مجال الايكا، هي انه دائما وابدا في الزيارات السابقه كنا بناخذ اعضاء من فريق مكافحه العدوى باقسام بالمستشفيات، ناخذ واحد من الزملاء واثنين من قسم مكافحه العدوى بالمستشفيات معنا في الزياره. دي هي صراحه بتكسبه خبره ومعرفه انه كيف يتم التقييم، وفي نفس الوقت يكتسب معرفه وخبره من المستشفى اللي هو مشى له كزياره، فلما يرجع يكون له فكرة مختلفة تماما عن مكافحة العدوى وعن تطبيق المعايير وعن الآيكا وعن الكيفية، ويكون زادت معرفته بصورة كبيرة جدا جدا، مما أدى إلى تحسن كبير جدا في مستوى المستشفيات اللي شاركت معنا. أخيرا نجي للتحديات الخاصة بالخمسين سرير، وهي تعتبر يعني تحديات كانت وما زالت يعني ما زالت مستمرة، سواء كانت في برنامج السيرفيلنس أو الأوت بريك أو وجود مختبر برنامج الـ AMR والعيادة الموظف. فنذكر بعض التحديات وهي نقطة مفتوحة للنقاش وتبادل الخبرات فيها، وخاصة إنه نحن منطقة يعني ممكن نقول نصف المستشفيات في المنطقة هي 50 سرير. نبدأ بالتحدي الخاص ببرنامج السيرفيرنس. طبعا لا يخفى عليكم أهمية برنامج السيرفيرنس والآن مطبق في المستشفيات ال50 سرير. ما واجهناه من تحدي إنه معظم المستشفيات هي مستشفيات عندها كريتيكال كير صغير جدا، يعني ممكن نتحدث نحن عن سريرين ثلاثة أسرة في الحدود دي، هاي معظم الوقت ما عندهم مرضى أصلا، أو الجسم ما فيه لا مرضى ولا حتى إسطاف ثابت، أو الجسم نادرا ما يدخل فيه مريض، وإذا تم أدميشن لمريض يجلس يوم يومين وينقل إلى المستشفى المرجعي، أو حتى المرضى اللي بيكون تنويمهم ما بيتم تركيب سنترال لاين ولا فنتليتر ولا بيضعوا في فنتليتر، دي كلها بتتعامل مرات بعض الأحيان في الطوارئ وينقل مباشرة إلى المستشفى المرجعي. فصراحة جميع معايير السيرفيلنس تمام تعتبر تحدي في المستشفيات ال50 سرير. بالنسبة لنا نحن في منطقة الحدود الشمالية، يعني بعض الأحيان بنستعمل النطب ليكابول إذا كان فعلا نحن عندنا المعلومة الكافية إن المستشفى ما فيهاش مرضى تنوم خلال الفترة الماضية. بعض الأحيان بنبحث عن أي مريض يتنوم خلال الفترة كلها، في مثلا لقينا في بعض المستشفيات خلال 6 شهور يتنوم مريض واحد وعنده يورينري كاسيتر، وبالتالي قيمنا اليورينري كاسيتر على أساس إنها موجودة والسيرفيلنس بتاعها لازم يكون موجود والكومبيتنسي وكل شيء المفروض يكون موجود، في حين إنه مثلا السنتر اللاين والفنتليتر نطبليكابل. وبعض المستشفيات اللي طبعا صعب انك تتجاوزهم وتعطيهم نوتبليكابول في الحاله دي تديهم صفر او بارشر،
إذا كان التعارف فعلا العناية مستعملة حتى وإن كانت فقط مؤقتا لنقل المريض إلى مستشفى المرجعي. التحدي الثاني اللي واجهنا هو تحدي خاص ببرنامج التفشيات. زي ما ذكرنا إنه المستشفيات ال50 سرير هي يعني 3 أسير 4 أسير سريرين، ما فيش مرضى، ما فيش تفشيات أصلا حصلت عندهم خلال الفترة الفائتة في الكريتيكال كير، ما عندهم حتى مايكروبيولوجي عشان يعرفوا هل عندهم حصل تفشي حتى في الأجسام الثانية أو لا. والحاجة اللي ملاحظة في معايير الأوت بريك هي ما فيش نوت أبليكابل، وبالتالي أنا مضطر أقيمها إما 2 أو 1 أو 0. فصراحة يعني دي هي فرصة نحن هنا نطرحها في الملتقى ده، إنه يمكن يضاف النوت أبليكابل. ليه؟ لأنه لما أنا أعطي المستشفى 50 سرير فل وهو يظهر له مثلا تفشي مستقبلا وما يكون لا بلغ ولا قام بالطريقة الصحيحة ولا عنده أصلا تيم فعال، فبتكون ما ظريفة إنه أنا كيف أديك أنت فول مارك وفي حين إنه انت ممكن ما تكون فعلا كفو للتعامل مع التفشي. في نفس الوقت انفير للمستشفيات انه انا الان اعطيها 0 وهي اصلا ما حادث عندها تفشي. فزي ما قلنا ال50 سرير هي فعلا تشالنج وما زالت تشالنج، وخاصه انه هم ما عندهمش مختبر، وحتى لما نرسل العينات لما تجي النتائج تكون المريض اصلا طلع او نقل لمستشفى اخر. التحدي الثالث خاص ببرنامج الـ AMR. يعني مستشفيات الـ 50 سرير لا عندهم infectious disease physician، لا pharmacist clinical pharmacist، لا microbiologist عشان يشكلوا فريق، ولا عندهم antibiogram، ولا عندهم ولا عندهم البيانات الكافية للمزارع عشان يعملوا أنتي بايوجرام، ولا عندهم يقدروا يعملوا بروتوكول، ولا يوجد في المعيار برضو نوت أبليكابل. كل المعيار يا يعني إما 1 أو 0 أو 2. نحن في الجزئية دي هي تعاملنا معها خاصة في موضوع الأنتي بايوجرام وموضوع الكالشار والسنسيتيفيتي، بانه نحن نقيم يعني اذا كان المستشفى لديه مستشفى مرجعي، والمستشفى المرجعي يتبنى الانتي بايوجرام والانتي مايكروبيال ستيوارد شيب والبروتوكول، فهم ياخذوا نسخه من المستشفى المرجعي ويطبقوها عندهم. في الحاله دي نحن نقيمهم على اساس انها موجود مطبق البرنامج. في حالة انه يكون عنده مستشفى مرجعي بيرسل له العينات لكن ما متبني الانتي مايكروبيال الاي ام ار برنامج بتاع الانتي بايوجرام بتاع المستشفى المرجعي، ولا البروتوكول مضادات الحيوية بتاع المستشفى المرجعي، بحالين يقيمون على اساس انها 0. الان في مختبر إقليمي مرجعي، غالبا مستشفيات ال50 سرير هي بترسل إلى المختبر الإقليمي المرجعي. المختبر الإقليمي المرجعي غير ملزم إنه يكون عنده أنتي بايوجرام ولا عنده بروتوكول ولا الحاجات زي دي. وبالتالي رجعنا تاني إلى نواجه التحدي كيف يتعامل ال50 سرير مع الأنتي بايوجرام ريبورت ومناقشته في الكوميتي والبروتوكول بتاع المضادات الحيوية. التشالنج بتاع الفرز البصري يعني ده خاص ببعض المستشفيات. هم نحن عندنا في المنطقة كانت المستشفى النقاهة والآن مستشفى القلب، هم مستشفيين النقاهة والقلب. فأنا بطالب بمعايير تخص الفرز البصري خاصة بقسم الطوارئ وقسم الدياليسيس، لكن المستشفيات دي هي لا فيها طوارئ ولا فيها دياليسيس.
فكان في صعوبة يعني كيف أنا أقيم الأجزاء اللي خاصة بالفرز البصري، وخاصة ما فيش نوت أبليكابل، فمعظم الأوقات نحن بنديها فول. لكن شايف إنه لو يتم إعادة النظر مثلا في النوت أبليكابل بالذات مركز القلب، أو كيفية تطبيق المعيار في مركز القلب حاليا، خاصة وإنه النقاهة خلاص خرجت من البرنامج، ونشوف رأي الزملاء في الحتة دي هاي وخبرتهم في تطبيق المعايير في مراكز القلب. هم فقط عيادات خارجية. التحدي تقريبا الأخير للخمسين سرير هو تحدي خاص بعدد البراكتيشنر، فأنا مطالب بأنه كل 30 سرير كريتيكال كير يكون عندي براكتيشنر مور، والمعيار ما فيه نوت أبليكابل، في حين أنه أنا بتحدث عن مستشفيات يعني عن 3 أسرة 4 أسرة أصحت 6 أسرة، بالإضافة إلى 3 4 أسرة في الطوارئ ما تتجاوز 15 سرير طوارئ وعناية. فأنا هنا كيف أديهم فل وهو أصلا ما عنده براكتيشنر إضافي، وفي نفس الوقت كيف أديهم صفر وهم ما بيستاهلوا صفر لأنه عدد الأسرة أقل من 30 سرير وما فيش نوت أبليكابل. يعني التحديين الأخيرين الـ AMR والبراكتيشنر في الـ Critical Care يعتبر ما زال تحدي متواصل، وهو تقييمه بناء على رؤية المقيم نفسه وفكرة المقيم، لكن في الغالب هي بتكون حتى ما نظلم المشاهد بنديها فل، مع إنها غير منطقية إنها تكون فل. عندنا تحديين صغار هم ما خاصين فقط بالخمسين سرير. التحدي الأول هو في كل المنطقة خاص بعيادة الموظف، إنه أنا مطالب يكون عندي بيز لاين سكرينينج لكل الإصطاف، وأنا عندي عدد كبير جدا من الإصطاف قديم جدا جدا وما عنده حتى ملفات ولا بيز لاين سكرينينج. صراحة التحدي ده نحن بعض المستشفيات يعني نجحوا إلى حد كبير في تجاوزه، إنه أي حد يجي العيادة لأي سبب من الأسباب يكون يتعامل له بيز لاين سكرينينج، وبالتالي استطاعوا إنه يعملوا سكرينينج لعدد كبير من المستشفيات. لكن ما زلنا نواجه الـ MMR والفاريسيلا بسبب عدم توفر الكيت، وحتى الهيباتايتيز والـ HIV الهباتيتس بي والسي والاتش اي بي في كثير من الاحيان ما بتكون متوفر الادوات المناسبه لعمل السكريننج. والجزئيه دي هي اكبر في المستشفيات ال 50 سرير لانه اصلا ما عندهم مايكروبيولوجي. اخر جزئيه نحن شايفين انه معيار فيه تحدي هو خاص بمراكز الاسنان. فانا مطالب لما امشي اقيم مركز الاسنان انه يكون عندي سبريتي ديرتي وكلين يوتيليتي، في حين انه لما امشي اسالهم في المراكز اتضح انه اصلا ما عندهم بياضات مستعمل لا نظيفه، ولا عندهم بياضات متسخه، ولا عندهم ستاير، ولا عندهم مفارش. فهم بيتساءلوا يعني انا هستفيد ايش من الديرتي والكلين يوتيليتي، انا عندي مثلا سيرفيس روم حقت عمال، لكن ديرتي كلين يوتيليتي انا اصلا ما عندي حاجه عشان احفظها في الديرتي ولا في الكلين يوتيليتي ولا عندي مغسله. فصراحه برضو ده من المعايير اللي نحن كنا نقول مفتوح للنقاش ولرؤيه الزملاء كيف يتم تقييمه. نحن في المنطقه صراحه بنقيمهم صفر، لكن ما اعتقد انه فير نقيم مركز اصلا هو ما محتاج للغرف دي. الآن ننتقل إلى بعض يعني العقبات، أو هي نقطة بسيطة جدا حابين نطرحها، هي حتة الالتزام بال20% شهريا للمناطق، خاصة نحن المناطق الصغيرة اللي فيها عدد مستشفيات قليل. فليش ما يكون في مرونة أكبر للمناطق الصغيرة دي هي إنها تعمل يعني حسب أوضاعها هي
ممكن تعمل 20 أو تعمل أكثر من 20 أو أقل من 20 في الشهر بناء على الوضع الموجود في الجسم، لأنه زي ما عارفين إنه الآن معظم الإجازات متقاربة، رمضان، الأعياد، وبالتالي إذا كانت في مستشفى منطقة مثلا زينا نحن عدد المستشفيات كلها لا يتجاوز 10 مستشفيات، وبالتالي يمكن تغطيتها في وقت أقل من 4 شهور أو 5 شهور، فليش ما تكون في مساحة ل 20% دي هي تزيد أو تنقص على حسب رؤية المنطقة؟ ده سؤال طبعا موجه إلى زملاء في الإدارة العامة وحتى إلى الزملاء في المناطق إذا كان عندهم رؤية ل 20% لكل شهر. نتطلع في المستقبل إن شاء الله إذا ربنا أمد العمر واستمر البرنامج التقييم الإشرافي في المستشفيات، نتطلع إلى برامج ومشاريع تحسينية في أقسام الـ OR. أنا أعتبر أن الـ OR صراحة مفترض الآن يتم النظر إليها والاهتمام بها وعمل مشاريع تحسينية، خاصة أنه بعض المستشفيات يعني عملياتها من زمان جدا، قديمة جدا، من قبل أن يكون في معايير لمكافحة العدوى، وفي إشكالية في نظام التهوية وإشكالية في أجهزة المونيتر للضغط والرطوبة وتغيير دورات الهواء. أيضا من الأماكن المحتاج تحسن في المستقبل وعمل مشاريع تحسينية هي المغاسل، مغاسل الملابس، هي برضو من المناطق اللي تعتبر قديمة جدا، وحتى الأجهزة بتاعتها تحتاج إلى تطور وتحتاج إلى فعلا مشاريع تحسينية. أيضا من الأشياء اللي نحن نتطلع مستقبلا إنه نعملها هي جودة المياه، وخاصة إنه الآن عندنا مختبر إقليمي وفحوصات المنتظمة للمياه، يعني يمكن يكون في خلال النصف الثاني يمكن 23 حتى بدأ فعلا الانتظام بفحوصات المياه، لأنه يعني سابقا كنا نواجه مشكلة كبيرة في فحوصات المياه خاصة للكلى لأنها ترسل إلى مناطق أخرى. أيضا الاهتمام بمكافحة معايير مكافحة العدوى في مراكز الأسنان، ما زالت مراكز الأسنان عندها إمكانية كبيرة جدا للتحسين وللتطوير. أيضا الاهتمام أو توفير السكرينينج كيت للموظفين خاصة الـ MMR والفاريسيلا، يعني في صعوبة في الحصول عليها. على مستوى المايكروبيولوجيست والمختبرات، نحن عندنا حتى مستشفيات تعتبر 100 سرير، وحتى مستشفى زي مستشفى طريف 200 سرير، عندنا إشكالية في عدم توفر المايكروبيولوجيست. نتطلع مستقبلا أن يكون في مايكروبيولوجيست في كل مستشفى في المنطقة. وأخيرا نتطلع مستقبلا أنه يكون أقسام مكافحة العدوى فعالين بصورة أكبر في خلال الكونستراكشن والرينوفيشن، ولما لهم من دور كبير جدا جدا في البنية التحتية، وحتى مستقبلا تكون البنية التحتية مطابقة للمعايير مكافحة العدوى. في الختام، لكي تنجح في أي برنامج فأنت في حاجة إلى فريق يحمل نفس رؤيتك ولديه الشغف في تحقيق أهداف البرنامج ويعطي كل جهده ووقته من أجل النجاح في البرنامج، وقادر على التعامل مع التحديات المختلفة التي من الممكن أن تواجهها أثناء العمل على البرنامج. جميع ما تحقق أثناء الفترة السابقة من 2017 هي بجهود الزملاء في المنطقة، من مقيمين وزملاء في المستشفيات، من زملاء أقسام مكافحة العدوى، والتعاون المشترك اللي كان بيتم ما بين الإدارة وما بين المستشفيات، حتى على مستوى وضع الخطط التصحيحية ومتابعتها، وحتى على مستوى الزيارات غير الرسمية اللي كانت بتتم بعد زيارة الآيكا، مثلا تنتظر أسبوعين لخطة تصحيحية وبعدها نمشي نعمل لهم زيارة للمساعدة في إنجاز الخطة التصحيحية. شكرا لكم جميعا، شاكرا لكم حسن استماعكم، والآن المايك مفتوح للجميع. الله يعطيك ألف عافية دكتور. يعني أنا منتشية حرفيا، أنا النقاش العلمي دائما
او الشيرينج اكسبيرينسز وناخذ الانبوت والفيدباك بشكل كذا كومبريهنسيف ومن اي تو زد، حقيقي اشكرك عليه. يعني قعدت كذا كامل اللقاء سواء من دكتور طارق او استاذه منى او منك، الله يسعدك حقيقي، قعدت كامل السوسايتي هديتونا كل ما نحتاجه ببرامجنا. الله يسعدك دكتور، ممتنه يعني حقيقه للسيشن اللي قدمتونا اياها، واكيد راح نرجع لكل النقاط نتكلم فيها ونستفيد من زملائنا جميعا اللي موجودين. راح نفتح باب النقاش اكيد للجميع، بس يمكن في البدايه انا دكتور ابغى اتكلم، يمكن خلينا نتكلم عن الليفلز. يمكن انت ذكرت التحديات، انا بقول قصه قصيره كذا. انا كنت مقيم في مستشفى، بعدين بعدها اشتغلت فتره معينه في مديريه، بعدين اشتغلت في الوزاره، فكل الليفل اللي 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 اشتغلنا فيها طول فتره مرحلتي كنت اشوف مشاكلي على مستوى مستشفى. حاليا التجمع المقيم اللي فيه بيشوف مشاكل على مستوى التجمع، الف المديريه دكتور حين سويت على منطقه كامله، فما بالك احنا في المملكه، فاكيد في تحديات كثيره وابرزها اللي ذكرت انت في السيشن اليوم، وراح نتطرق لها بتفصيل 1 باي 1. الله يسعدك دكتور، شكرا لك، شكرا حقيقي، شكرا لك. شكرا لك استاذ احلام لدعمك المتواصل، وبرضه للاستاذ عادل لدعمه، شكرا الله لكم يعطيك جميعا. العافية. العفو دكتور، الله يسعدك. راح نفتح المايك للجميع اللي يحتاج، اللي عنده استفسار، بس يعني raise your hand please if you have any concern inquiry and we will open the speaker. بس خلينا نبدأ دكتور نتكلم عن اللي تناقشه دكتور صلاح، بس نعطي فيها فيدباك بسيط من وجهة نظر جي دي اي بي سي ومن وجهتي كمقيم وكافه عدوى، او خلينا نقول انه النظرة الشاملة في المملكة، وبعدين راح نفتح باب النقاش. اكيد ما راح يعني يتم نجاح والتغيير والتعديل إلا من الفيدباك الخاص فيكم، لأنكم في الأخير أنتم في الميدان في الفيلد، وأنتم اللي شايفين كيف التحسن كيف يصير. طبعا دكتور أنت ذكرت الـ 50 بيتس، أنا ممكن بس بسوي ريفرشمنت أو يعني سامري أو الربب لكل الأشياء اللي تكلمنا فيها، وراح أفتح النقاش لجميع يدونا رأيهم. تكلمت عن 50 بيدز، ال 50 بيدز حقيقة دكتور لو رجعنا لأي ريفرنس مكافحة عدوى يقول لك لازم في برنامج للسيرفيلنس اللي على أساسه راح يكون يحدد لي ال HEIs الخاصة، أو إنه يكون ال umbilical cord for providing or feeding the infection control department بأي ريت يحتاج لها. يعني هل يعرف إنه برنامج مكافحة عدوى مطبق بشكل صحيح أو لا إلا عن طريق السيرفيلنس؟ فعشان كده لما حطينا شلنا ال NA أو not applicable من الستاندر حقيقة، علشان كانوا كتير مقيمين لما يروحوا ال 50 بيتز يقولوا not applicable، وإحنا نبغى نقول لا، وجود التجمعات في الوقت الحالي، وجود شركات مشغلة لهذه التجمعات، نبغى نطبق برنامج فعال لمكافحة عدوى، لازم يكون في سيرفيلنس، لازم يكون في مايكروبيولوجي، لازم يكون في outbreak management as a process. عشان كده هشلنا الـ NA علشان يسوي الطريقة، يعني يكون في كونتراكت، في باتوي معين لنقل العينات، في يرجع زي ما ذكرت المستشفى مرجعي، في الأخير لازم يكون في سيستم، لأنه في الأخير هذا مريض هو راح الرعاية تقدم له 50 بيت زيها زي 150 زي 500 زي 1000. فيمكن هذا السبب اللي خلانا نشيل الـ NA. أنا عارفة أنه في بعض الحالات زي ما ذكرت أنت يعني case to case سيناريو مختلفة، يعني يكون حالة بس أو transition أو bridging hospital يعني يقعد فيها بالطوارئ ويخرج، لكن هذه مثل الحالات هذه دكتور بإمكانكم مناقشتها في اجتماعكم الأسبوعي مع الكوردينيتور الموجودين عندكم في المديرية، سواء سيرفيلنس أو أوتبريك، ويرفعوها على مستوى الإدارة الكوردينيتور ممثليهم سواء في فريق السيرفيلنس عندنا أو الأوتبريك. يعني في بعض الـ كل قاعدة لها شواذ أو لها، أو كل كيس لها سيناريو محدد يكون تايلورد لها سيستم معين لتقييمها أو إعطاء فيدباك منها، علشان حتى الزملاء في الإدارة العامة عندنا سواء في السيرفيلنس أو أوتبريك يكون عندهم هنت ليش هذا المستشفى يحتاج له معاملة خاصة. بالنسبة للـ IBC practitioners دكتور صلاح ذكر فيها أنه بأحيان يكون يعني 30 beds وما في NA، إحنا للأسف شلنا الـ NA. أرجع أذكر أنه في بعض المقيمين يحطوا NA، فيكون عندنا الكواليتي حقت اللي موجودة في الريبورت misleading لنا على المستوى الوطني، فعشان كده شلنا الـ NA. لكن في أي وقت إحنا هذا المتقى أو society اللي موجودين عليه اللي حالياً إحنا فيه، احنا نستقبل اي ايميل في اي كومنت بتحديث اي بيانات، حتى لو في جروب الواتساب، حتى مو لازم تكتب لي دوكيمنت بشكل فانسي وكذا، لا
any comment in the WhatsApp group for the AICA auditors related any standard or through emailing us or sending me a voice message through the WhatsApp or contacting us at any communication channel, we will take consideration about any standard حقيقة. يعني don't hesitate at any time ان ترسلوا لنا انه هذا لا يحتاج إعادة نظر فيه. بس لو عندكم كمان reference based على هذا الستاندر اللي يحتاج لموديفيكيشن وصراحة جدا تخدمونا فيه. يمكن موضوع الأوكيبيشنال الدكتور ذكره بتفصيل. حاليا على المستوى الوطني نواجه تحدي كبير في الأوكيبيشنال، ترى اكتشفنا انه عندنا ضعف كبير على المستوى الوطني في الاوكيبيشنال وفي الاذر سبورتيف سيرفيسز زي ما ذكر دكتور صلاح الدايتري والامور الاخرى. فهذا يحتاج لها فعلا وقفه مننا، ويحتاج لها ننظر للفيش بون او الديفكتس المين فينها ونحاول نحلها. لكن في الاخير هو يعني لازم التجمع دوره هنا يعني في الخطه التصحيحيه يتابعها ويحاول يدور حلول. وحبيت جدا دكتور لما ذكرت انه شيرينج الاكسبيرينسز سواء كان اوديتور تاخذونه معاكم يتعلمون هاو تو اوديت او هاو تو فوكس اند يوز ذا سنسز فور اوبتينينج يعني دائما احنا نقول استخدم حواسك في التقييم. لما يروح معاك احد يتعلم علشان يشوف ايش البوينتس اللي يحتاجها في انفكشن كنترول في مستشفى اخر جدا يفيد صراحه، وخصوصا اذا انتم ارسلتوا اسماء المقيمين من قبلها الفيزيت للمنشاه ووافقت ما في مشكله يروح معاكم فور تريننج بيربسز. وايضا انه شيرنج للبوليسي حقتكم القوه في مستشفى في الانفكشن كنترول بروجرام غير مستشفى اخر في السكريننج بوليسي، شيرنج لها صراحه جدا رائع، فكره رائعه، اتمنى كل المناطق يستفيدون منها. لانه فعلا نلقى في مستشفى قويه مثلا في السكريننج، مستشفى قويه في البروجرام حق الانفكشن كنترول، فالشيرنج هذه اللي البوليسي والدوكيمنت صراحه جدا مفيد. بخصوص آخر شيء يمكن المشاريع، طبعاً دكتور إحنا بخلي كورة في ملعبك وفي ملعبة زملائنا كلهم في المديريات لأنهم فروع الوزارة، إنهم في بعض المشاريع حلو تبدأ على مستوى المنطقة، يكون يعني فعلاً ترى منطقة يونيك عن غيرها زي ما ذكرت أنت. يعني فلما يكون في مشروع خاص تبغون تطلقونه تحسيتوا إنه في alert عندكم في المنطقة إنه هذا في ضعف، والله إحنا مستعدين. أنا الآن أقولها وإحنا مسجل الملتقى، أنا وفريق العمل كامل وفريق الإدارة ودكتور خالد داعم جداً إنه إحنا نساعدكم في أي مشروع بالديتا سواء عندنا بالميجرز أو نكتب معاكم ونفصل وأنت تلبسونه حرفياً. فيو آر ماست ويلكم إذا احتاجتوا أي مشروع ندعمكم فيه، لأنه إحنا لغتنا مع التحول ورؤية المملكة لغة مشاريع صراحة، ما عاد في زي زمان إنه أشياء بيزك، لا لغة مشاريع. فالله يعطيكم العافية جميعاً، ورح نفتح باب النقاش. أي أحد يمكن لي raise your hands if you have any concern, inquiry or إضافة you are most welcome. الله يعطيكم العافية، صراحة أنا مرة سعيدة بسيشن حق الحدود الشمالية اليوم، الله يعطيكم العافية يا رب. أستاذة مروة رافعة يدها، خليني بس أفتح المايك لها. تفضلي أستاذة مروة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله أستاذ أحلام، يعطيكم العافية. دكتورة مروة Infection Control Physician مستشفى الولادة تجمع مكة الصحي. لي تساؤل أستاذ أحلام regarding the standard of temperature اللي هو يعني احنا according to the standard 22 ل 24، but actually during the auditing سواء مننا او علينا يعني it's not applicable in all hospitals or health institutions. الاجابات اللي دايما بنشوفها according to the maintenance لا هم ظابطينه على 19 ظابطينه على 20، فهل ممكن يبقى في ابديت للستاندرد ده بحيث يبقى يدي وايد رينج شويه للهيلث انستتيوشنز اللي بنمر عليها او حتى لما يجوا الاي كي يمروا علينا؟ الله يعطيك العافيه، شكرا دكتوره لاستفسارك. دكتوره مروه فريق ما شاء الله الام سي اتش في مكه معظمهم اي كي اوديترز باي ذا واي، فالله يعطيهم العافيه، ويلكم ان ذا اي كي سوسايتي.
دكتورة التمبريتشر حقيقة هذه من CDC والإف جي آي guidelines كلها ذاكرة هذا الرينج، لكن إذا عندك أي ريفرنس وايد شوية بالعكس شاركينا إياه وإحنا ممكن نعيد النظر فيه. لكن هم عادة إيش يسووا بعض المناطق اللي تكون مثلا هيوميديتي عالية فيها أو مختلفة جغرافيا أو مناخيا عن منطقة أخرى، المينتننس يساعدهم أو الإنجينيرينج يساعدونهم في ضبط الفنتليشن والتهوية وكل حاجة بحيث تزبط درجة الحرارة والهيوميديتي. فلكن إذا عندك أي ريفرنس في وايد رينج بالعكس أرسلنا إياه وأبشري. تمام إن شاء الله، شكرا يا فندم. تعالوا دكتورة حياك الله. دكتورة عزة بس أفتح لك المايك ثواني معايا. دكتورة أرسلت لك ريكويست. دكتورة عزة ريكويست عندك بس لو تقبلين بعد إذنك. حياك الله دكتورة. السلام عليكم، سمعيني؟ وعليكم السلام، يسمعيني دكتورة، حياك الله. اهلا بيكي. السلام عليكم. اولا انا سعيده جدا، انا فاتني ميتينجز كتيره من الايكا سوسايتي قبل كده، فانا سعيده قوي ان انا النهارده لحقت اشوفكم واسمعكم. فيري امبرست الحقيقه بالسولوشنز الاوت اوف ذا بوكس، القصه النوت ابليكابل ازاي بنحاول نحلها. اكتر حاجه بهرتني الانتي ميكروبيال ستيوردشيب، واللي هو فعلا لازم كلنا نبقى ملتزمين بيه، فبنشوف الريفيرال هوسبيتال حل جميل جدا، اتمنى نطبقه كلنا يعني في المستشفيات الصغيره. عندي بعد الشكر يعني طبعا للجميع، مش عارفه هو تعليق او طلب. مفترض ان احنا لما بنزور المستشفى ك اوديتورز بيبقى في كونتاكت ما بيننا وما بين الاداره، وانا بشوف ان ده بيقوي جدا جدا من الاوديت فيزيت والاوتكم بتاعها، وذر بقى كانت الفيزيت دي باي ذا ستارت اوف ذا فيزيت اور باي ذا اند، وتبقى افضل ويبقى فيها زي بريفنج للتيم بتاع الاداره سواء كان سي ام او سي اي او عن الحاجات اللي القسم محتاج فيها دعم. الحقيقه انا لما كنت بزور كاوديتور كنت بانسيست ان انا اعمل الفيزيت دي، بس مش في كل المستشفيات او مش في كل الزيارات بتتم، يعني ما بتبقاش تارجت اساسي في حياتنا. فانا شايفه ان دي لو بقت تارجت اساسي هتقوي الاوتكم بتاع الاوديت جدا جدا جدا. دي نقطه. تمام، تفضلي دكتوره، تفضلي. سامعيني يعني؟ ايه سامعينك واضح. طيب طيب، وكان عندي استفسار بقى الدكتور صلاح عن، انا يمكن فاتتني حته هو بيتكلم على الديلي الديرتي والكلين يوتيليتي، وانها تبقى يعني مش ابليكابل في بعض الاماكن. لو انا فهمت صح هي ات شود بي ابليكابل في كل حته، لان هي ملهاش علاقه باللينن بس، هي ديرتي وكلين يوتيليتي بتخدم الكليننج بيربسز كمان. فلو انا فاهمه صح مفترض انها شود بي ابليكابل in each and every patient care area حتى لو كانت outpatient. Well, thank you so much. الله يسعدك دكتورة. ولا لا احنا حين بنطلبك انك تحضري دائما معنا الايكوسايت. دكتورة عزة ما شاء الله اكسبيرت ما شاء الله عليها، الله يعطيها العافية في مكافحة العدوى. الله يسعدك. سعيدين اليوم بوجودك معنا وشكرا على اسئلتك. انا بخلي المايك يمكن لدكتور صلاح بس يرد على الاستفسار وانا بكمل عليه كومنت. تمام. شكرا دكتورة عزة. صراحة أنا أول حاجة أسني الفكرة اللي قلتيها بتاعت زيارة مدير المنشأة والمسؤولين في المنشأة قبل الزيارة وبعد الزيارة. نحن صراحة استفدنا من الحتة دي كتير جدا جدا، ممكن تكون سابقا أكثر من الآن. فكنا بنمشي في بداية الزيارة وبعد ما نخلص الزيارة نجمع النقاط اللي في يد مدير المنشأة يقدر يعمل لها تغيير في وقتي، إذا كانت أشياء يعني خارجة عن قسم مكافحة العدوى أو داخل المنشأة في يد مدير المنشأة هو المفروض يتدخل فيها مباشرة. فكنا بنديه النقاط دي، هي فصراحة كان لها أثر كبير جدا جدا، ومعظم المدراء كانوا يستجيبوا فوريا للتعديل مباشرة. أما بالنسبة للكلين والديرتي يوتيليتي ده جزئية خاصة بالأسنان، مراكز الأسنان التخصصية. صراحة هم مفهوم انه نحن ما محتاجين للأجسام دي، عندنا سيرفيس يوتيليتي وخلاص. تمام.
طيب أستاذة أحلام أسمع تفضلي. طريقك وبعدين لو طيب في حاجة زيادة هقول لكم بقى. تمام، الله يعطيك العافية. شكرا دكتور، الله يسعدك. شكرا. يمكن دكتور صلاح نوه على أنه في دايكا تول، والمفترض المقيمين آيكا ينزلون كل المراكز دايكا هيموداليسز، مو بس مستشفيات، لأنه هو مقيم آيكا معتمد. فالنقطة هذه راح نشوفها دكتور، وراح نرجع للدليل هو فين فين ذاكرها بالضبط. إذا كان كاتب لينن لا نزيلها، ونخلي زي ما ذكر الدكتورة أنه في أشياء يعني تعتبر كلين روم وديرتي يوتيليتي. الأشياء مثلا فور إكزامبل فور سي أنه كل عيادة أسنان فيها ديرتي انسترومنت جمعوها في البوكس، بس البوكس راح يتأخر، حطوا على السبراي بس أنه ستيل راح يتأخر، فيجمعون عشان ما تكاثر الكونتامينيشن أو تزيد البوكسز أو الانسترومنت في العيادة. ممكن يودوها ديزيجنيتد يوتيليتي روم لين يجي المسؤول عن انه يشيلها كامله يوديها قسم الاس اس يو او سترايزيشن سيرفيسز يونت. فلها استخدامات، بس خلينا نرجع للدليل واشوف بالضبط اذا كان في لينن لا من حقهم نزيلها ونحطها سبيسيفايد. وبالعكس البراكتس راح اشوف اذا كانت النقطه هذه الكل اللي زاروا الدنتال سنتر واجهوها، بالعكس راح نعيد النظر فيها باذن الله. تفضلي دكتوره. تسلموا، جميل جدا تعليقاتكم دكتور صلاح واستاذ احلام، بس عايزين بقى نركز على فكره اللي دكتور صلاح طبقها في 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 المنطقه عندهم، واللي بقول لكم برده من زياراتنا انا عجبتني جدا، ان هو يبقى اتس ماست تو فيزيت الاداره ونديها البريف ده، لانه فعلا بيفرق جدا. يعني از هيد اوف ديبارتمنت، لما كنت شغاله هيد اوف ديبارتمنت فرق معايا، واز ان اوديتور انا كنت شايفه ان هو انفورسمنت للتيم اللي احنا بنزوره. صحيح دكتورة، اتفق. اساسا في الستاف انترفيو للليدرشيب في قسم مكافحة العدوى في الدومين الاول، انت في تسالينهم عن الكوميتي، تسالينهم عن الاو ام تي، فلازم تسالين الليدرشيب اللي هو السي او او اللي يتبع له في الهيكله، لانه ضروري يعرف مفهومها عشان يقوي او يدعم قسم مكافحة العدوى، برنامج مكافحة العدوى. عشان كذا احنا اساسا من الهيكله اورجانيزيشن شارت لما رجعناهم للمدير التنفيذي لهذا الهدف، ترى عشان ليدرشيب سبورت. فصح صحيح الخطوه هذه جدا مهمه، وفي الاخير ترى المقيم لما يروح ريبريزنتيف لجي دي اي بي سي، فضروري لما يروح يكسب دعم القيادات وينوه على الاداره ترى انه احنا وجودنا اساسا داعم، واحنا نبغى دعم منك للبرنامج عشان البرنامج مكافحه العدوى يطبق بشكل صحيح. فاتفق معاكم جميعا، واساسا موجود مذكور في الدليل انه لازم في الستاف انترفيو مع الهاير اوثوريتي في المنشاه الصحيه علشان نعرف ويتاكدون انه هم يعني داعمين لبرنامج مكافحه العدوى. الله يعطيكم العافيه. شكرا. طيب. شكرا جزيلا. شكرا دكتور احمد قاسمي، تفضل. ارسلت لك ريكويست ان ميوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله دكتور. شكرا جزيلا للزملاء بقيادة الدكتور طارق والدكتور صلاح والأخت منى، عرض مرة جميل. أنا عندي استفسار بسيط، وإضافة إلى عندي اقتراح لتقريبا تحدي ذكره الدكتور صلاح. الاستفسار طبعا عندهم تحدي، وهو بعد تقريبا منشأة إلى منشأتين بمسافة 700 كيلو. أبغى أعرف صراحة طريقة الحل، أو واجهتهم مشكلة من 2017 إلى تاريخنا هذا، إنه 700 كيلو عند اعتذار أي مقيم في يوم الزيارة، ما هي الحلول البديلة إذا تعرضوا للموقف هذا؟ لا 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 لا. بالنسبة للرأي الآخر أو الاقتراح الخاص بمشكلة إنه يواجهون في 50 سرير، حسب ما ذكر انه تحدي في الكتات او التحاليل او معرفه بعض التقارير الخاصه بالموظفين لتحاليل الانتي بادي مثل الميزلز والام ام ار، وهذه حلها اشوفه سهل في وجود دعم اداري ما شاء الله عندهم في المنطقه. انه عدد 50 سرير، العدد الموظفين معروفين، يتم حصر العدد المستشفيات اللي فيها مشكله وعدد الموظفين، ويؤمن كميه كتات لإقفال المعيار هذا من المختبر الإقليمي بالتنسيق مع إدارة المختبرات والمختبر الإقليمي، ويقفلوا المعيار ككل لأن عددهم بسيط كمستشفيات أتكلم، وبالتالي التحدي هذا ينتهي. هذه النقطتين اللي عندي. شكرا لجين يمين، الله يعطيك العافية دكتور. شكرا لك دكتور صلاح، إذا عندك أي تعليق. أستاذ أحمد، بالنسبة للتباعد صراحة هي كانت تشالنج، فكان نحن لازم نغير طريقتنا للتقييم. تمام،
يعني واحدة من الأشياء اللي نحن عملناها مثلا عشان مسألة الوقت، تقوم تطلب الدوكومنت تراجعها قبل الزيارة، دي واحدة من الأشياء اللي كنت مراجعها مع رئيس القسم. الشيء الثاني لما تمشي للزيارة مش ما تبدأ بالأجسام اللي أصلا موجودة، مثلا الطوارئ، العناية، دي ما موجودة 24 ساعة، لا أنا أبدأ بالأجسام اللي خلاص على وشك إنها تخلص، بالذات العيادات والكلى، قسم الكلى لأنه مستشفى صغير، هو يعني فترة واحدة فقط وخلاص. فنحن بنبدأ بالأجسام ديها وبعد ذاك بالمغسلة. الأشياء الثانية اللي كانت واجهتنا في المناطق البعيدة دي هي الأجسام المغلقة. الأجسام المغلقة هي اللي فعلا كانت تشالنج حقيقي، وكان حتى في اختلاف، ويعني كنا بنتناقش هنا مع بعضنا، والآن الزميلة ريم معانا في الملتقى، وكنا بنختلف خاصة مع ريم، لا هي تقول مغلقة لازم نعطيها صفر، لا أنا أقول نقيم الأجزاء حسب معرفتك أنت بالقسمة السابقة. وبالتالي يعني كان بيحصل نقاش في الموضوع الخاص بالأقسام المغلقة، لأن إحنا أصلا زي ما تقول عندنا جزء من الخطأ في الإشكالية دي، المسافة بعيدة ونحن واصلين متأخرين. وبالتالي إذا كانت أنت عندك خلفية كافية عن القسم، نقول للواحد لا افتح وشوف وشيك وقيم، اما اذا كان ما عندك خلفيه عن القسم هتضطر تعطي صفر والمستشفى يبقى يزعل علينا. بالنسبه للسكرينينج كيت صراحه هي مش مساله 50 سرير، هي السكرينينج كيت في كل المستشفيات خاصه الام ام ار والفاريسيلا، الموضوع يعني ما متوفر على مستوى، هم حسب كلامهم انه على مستوى على كلام انه موجود في مستوى المملكه، ما موجود في المختبرات او يوجد بعض الاوقات وينقطع بعض الاوقات. التشالنج الرئيسيه هنا في الموظفين القديمين، يعني معظم المستشفيات الموظفين فيها قديمين، ما عندهم ملفات، ما عندهم سكرينينج، بيز لاين سكرينينج. يلا المستشفيات اللي عندها مختبر وعندها كيت وعندها امكانيه تعاون مع من الاستاف، فبقوم شنو عيادة الموظف يستقيل وجود الموظف مثلا جاي لتطعيم الانفلونزا، يستقيل وجوده ويعمل له البيزلاين سكريني. والحاجة دي صراحة نجحت في بعض المستشفيات، خاصة عندنا مستشفى النساء والولادة هنا عندنا في عرعر، فبيقوم أي حد يجي العيادة يعملوا له البيزلاين سكريني، وبالتالي يقدر يحل جزء من المعيار، يطبق جزء من المعيار. لكن طبعا المشكلة أكبر في الخمسين سرير، لأنه أصلا ما عندهم مختبر. صحيح المختبر الإقليمي الآن حل جزئية كبيرة، إذا توفرت الكيت معظم الوقت ممكن بعد ذاك الناس تعمل سكرينينج للإصطاف القديمين. أو كمان أستاذة أحلام تكرموا وتغيروا لنا المعيار إلى النيو إصطاف فقط، يكون هم المطلوب لهم البيزاين سكرينينج. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لك وشكرا دكتور أحمد قاسمي. أنا وأنت يبغانا كذا بعد إن شاء الله السيشن هذه يبغانا جلسة والله مطولة، أشياء كثيرة دكتور راح نعيد فيها النظر بإذن الله. بس يمكن دائما احنا نقول ارفعوا بأي خلل عشان نقدر نحسن، وبالذات وجود بعض الأودترز اليوم معانا من التجمع عليهم مسؤولية كبيرة أن يشتغلون على الموضوع هذا ويرفعون للوزارة بالنقص اللي موجود عشان يتوفر فيه السبلايز. فالله يعطيك العافية. رب عندنا الأستاذ أحمد كمان أيضا رافع يده. أستاذ أحمد بس بسوي لك إياه أميوت بعد إذنك عشان نسمع صوتك، ثواني بس. أستاذ أحمد أنت أنميوت الآن، تفضل. أستاذ أحمد العرفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. عافية أستاذ أحلام ودكتور صلاح، هي فقط استفسارين عندي بالنسبة للسيرفيلنس. في بعض المستشفيات ممكن حتكون إميرجنسي ما فيها عناية مركزة، والسيرفيلنس تارجتد إن آي سي يو أز يو نو. أحيانا غالبا غالبا مو أحيانا يعني ما يتم تركيب لا سنترال لاين ولا فنتيليشن، كلها تحول المريض لمستشفى قريب، فما يكون فيها سيرفيلنس شغال بشكل فعلي.
فاحنا في الحاله دي نروح الوارد يعني ميديكال سيرجيكال سوري ميديكال فيميل اور ميل وارد ونشيك على الاشياء اللي هم بيعملوها ابليكابل في العنايه المركزه مثلا اليوريري كاتيتر وهي غالبا اللي تكون موجوده فهذه ممكن اللي احنا نطبق فيها الكومبتنسي بيست والنقيم بناء عليها لكن ما نقدر نظلم المستشفى ونقيمه على اشياء اتس نوت ابليكابل في المستشفى فما اعرف الدكتور صلاح ايش كان يعمل في اذا مر في مستشفيات واجه مستشفيات عندهم نفس الحاله ولا عندهم اصلا مايكروبيولوجي السؤال الثاني الدنتال يونت ووتر لاين شلون بيقيمها في عيادات الاسنان في المستشفيات المذكوره والله يعطيكم العافيه الله يعطيك العافيه استاذ احمد شكرا لك بعطي المايك للدكتور صلاح بس النقطه الاولى حق السيرفيلنس احنا ذكرنا في بدايه انه اذا كانت ترانزيشن زي ما ذكرت ما في اي سي يو هو في الاخير البندلز هو الهدف من البندلز مثلا في السيرفيلنس صح انا عارف في كومبتنسي لكن بندلز عشان بريفنشن عشان كده احنا ندور زي ما ذكرت الاقسام اللي تكون فيه طبق فيها علشان اهم شيء يكون في مفهوم عندهم في بندلز معينه للانسيرشن والمينتنس والامور هذه بالنسبه للووتر كواليتي المستشفيات هذه ارجع اقول لك شفت راح يلقوا لهم حل يرسلون لي المختبر اقليمي لكن ما يلقى حل انه في مستشفى مرجعي عشان كذا بدون مايكرو بدون اي ام ار بدون سيرفيلنس بدون اوت بريك ترى ما نقدر نشتغل لكن في بعض المستشفيات اللي ذكرها هو مثلا ترانزيشن يعني يقعد ساعه في الطوارئ ساعتين يروح مستشفى ثاني بس يعني مره طرفي في هذه الحالة أنا ناقشه مع الكوردينيتور في المديرية يعني أنا الحمد لله أنه المسؤول عن برامج يجتمع أسبوعياً مع نظيره الأوتبريك والسيرفيلنس في المديرية فيناقش أنه في كيس تو كيس تفضل دكتور صلاح المايك عندك أنا دكتورة معلش بس السؤالي على الووتر لاين تريتمنت مو التحليل حق الموية في العيادة فهذا أوكي يترسل للصحة العامة ويتم عمله أنا أتكلم أستاذ أحمد الووتر لاين تريتمنت فيه أسبوعي وفيه شهري وفيه يومي في عندنا زي ديس انفكشن حاطينه في الكوات يستخدم لكن في الأخير ما حد يقدر يشرح لهم إياه إلا لما يجيبوا الشركة المسؤولة عن التشير الدنتال تشير عشان تشرح لهم كيف يسووا التريتمنت هل أنا من وجهة نظر الدكتور صلاح إيش كانت العوائق هل بواجه مستشفيات يعني ما يتم عمل ما يكون فيها المانيفاكتشر موجود ايش الاجراء اللي بيصير؟ تفضل دكتور صلاح. استاذ احمد صراحه احنا ما ذكرنا الووتر لاين تريتمنت وهو كانت من الحاجات اللي انا وضحتها بعد ذاك كعائق وشلناها من البرزنتيشن هنا في الدنتال سنتر المطلوب ووتر لاين تريتمنت اسبوعي فنحن هنا واجهنا فعلا حتى مطلوب اتوقع في المعيار دايري اور ويكلي فهم بيعملوا تريتمنت مثلا للسكشن والأجزاء بتاعت السكشن يوميا لكن لما نيجوا مثلا للموية اللي داخل الكلينيك بنلقى انه مثلا معظمها هي عبارة عن ديستيل ووتر بيركبوها في الكرسي فقط بيجيبوا ديستيل ووتر بيعبوها في الكرسي مش توصيلات معظم المراكز اللي عندنا هنا ما فيهاش توصيلات ففعلا هي هنا تعتبر تشالنج فإذا كانت ديستل ووتر معبية فمن طالبهم فقط بالبرنامج بتاع الصيانة والتنظيف للقارورة نفسها اللي بتركب في الكرسي تمام؟ أما إذا كان السيستم فمعناته أنا بطالبهم من الأول كيف بيعملوا ديستل ووتر وين مكانه وتنظيفه كيف وبرنامجهم بتاع التريتمنت للسيستم نفسه بتاع الار او أو الجهاز بتاع التقطير إضافة إلى كيف تصل للكرسي وكيف يتم تنظيفه وتطهيره وكل كم لكن نحن طبعا زي ما قلت معظم المراكز هم ثلاثة مراكز هنا بيستعملوا البورتابل ديستيل ووتر يجيبوا ديستيل ووتر وبيعبوها في القارورة بتاعت الكرسي وبيستعملوها إذا كان كده جوابتك مفهوم صحيح شكرا دكتور الله العافية سوري بس حتى في الديستيل ووتر دكتور صلاح It's required also to for water treatment, even though they use distilled water. أيوة هم هنا عندهم البوتيل تمام بتاعت الكرسي بيكون عندها جدول بتاع صيانة ونظافة وكل كم والحياة الزي دي تمام لأن هي بورتابل
تتفك من الكرسي بتتنظف وبعدها ترجع تركب تاني. واللاين الووتر لاينز شلون بيتم تعقيمه؟ لانه ما عندنا لاين هنا، وحتى لو في دائما الا يرجعوا للمانيفاكتشر وكيف تنظفوا كله كم. ف اذا كان استاذ احلام عندها خلفيه او حاجه، انا والله صراحه وضحتها من ضمن التشالنج بعدك شلتها على اساس انها ترى هو ما حطه في التشالنجز. ترى يا استاذ احمد انت ذكرت صار ما حطه، هو حط شيء ثاني، لكن هو الدنتال حقيقي فيه ديس انفكشن او ديس انفكتنت خاص للتريتمنت الووتر لاين ديلي وويكلي، وموجود ابروفد في الوزاره. لكن في الاخير لازم لازم الدنتال سنتر عنده تواصل لما يركب له تشير، الشركه ركبت له تشير الدنتال تشير، عندهم تواصل ترى معاهم، بس يجي يشرح له كيف يركب الكومباتيبل ديس انفكتنت مع هذا التشير بس. لكن هو موجود ترى اكواد ويستخدم ترى في يعني معظم الدنتال سنترز اللي نزورها. بارك الله فيك دكتور، شكرا. بارك العافيه، شكرا. لا شكرا دكتور صلاح، الله يعطيك الف عافيه يا رب. استاذ علي تفضل، المايك عندك ان ميوت، بس عشان الوقت بقينا بس 5 دقائق وننهي اللقاء، مع انه هو المفروض بعد يعني اخذنا ما شاء الله 25 دقيقه زياده. استاذ علي المايك عندك تفضل. علي الدحبوس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله استاذ احلام يا ضيف، شكرا جزيلا لفريق الحدود الشماليه، لقاء ثري جدا واكسبيرينس تبادل فيه مره جميل جدا. نقطتين بس سريعتين بالنسبه لل من خلال اكسبيرينس، نقطه الاو ار والسي اس اس دي في عمليه البريشر والتمبريشر، بحكم انه زي ما تطرق الدكتور في عمليه انه الكونستراكشن صعب، عمليه التشينجينج والمونيتورينج حق التمبريتشرز والبريشرز، فما ادري كيف راح يكون تقييمهم بالنسبه لهم، هل راح يكون نت ابليكابل ولا زيرو؟ لانه في حال انه انا ممكن حطيت نت ابليكابل معناته انه ممكن ما راح يكون في امبروفمنت في عمليه الزيارات الاخرى تختلف. هذا بالنسبه الى الاو ار والسي اس اس دي كمونيتورينج. النقطه الثانيه سريعه بالنسبه الى عمليه الشيرنج دوكيومنت، هل يتم بعد ما يتم عمليه الشيرنج دوكيومنتس كبوليسي من بين الهوسبيتالز، هل يتم مراجعتها من ناحيه الابليكابل ان تكون هل هي مطابقه لمعايير المستشفى؟ لان تختلف البوليسيز والدوكيومنتس من مستشفيات لسعه سريريه اكثر من 200 ومستشفيات اقل من 200، فهل يتم مراجعه الدوكيومنتس في اثناء الزياره وعمليه ان ما تكون بس كوبي وبيست انه شيرنج عملها من مستشفى اخر؟ وشكرا جزيلا، يعطيكم العافيه. الله يعطيك العافيه استاذ علي، راح اخلي المايك للدكتور صلاح بعد استفسارك واستفسار اخر يجاوبها مره واحده ونقفل من عنده. لكن الدوكيومنتس في الاخير راح ياخذون بس المين، يعني المين شكل الخاص فيها، لكن سبيسيفيك بيز على سكوب اوف سيرفيس اكيد راح يكون لهم تخصيص. يعني مثلا فور اكزامبل لما رحنا شفنا بعض البوليسي او اي منطقه تشوف بوليسي الاوت بريك، راح يكون ديفينيشن حقه البانديميك ايبيديميك الاتاك ريت واحد، فهي اساسا الديفينيشنز المطلوبه الموجوده في دليل الايكا واحده ثابته، وحسب السياسه حقت الجايد لاينز حقت الاوت بريك مانجمنت اللي هو 7.1، فهم ياخذون منها اساسا ديفينيشن وكل حاجه يحطوها نفسها وعلى اساس تكون السياسه. لكن في سبيسيفيك مثلا باث واي للسامبل الامور هذه لا، راح تكون سبيسيفيك على حسب المنشاه الصحيه. السؤال الثاني حق ذكرت انت البوليسي وذكرت اذا كان في اي كونستراكشن اندر انوفيشن في اي اريا راح نحط نوت ابليكابل ونكتب فيها ان فيها كونستراكشن اندر انوفيشن، لكن اذا كانت موجوده شغاله يعني تتم فيها عمل اجراءات بغض النظر عن البنيه التحتيه حقتها لا لازم ننقص لهم فيه عشان يسوون اي امبروفمنت بروجكت. دكتور صلاح بس عن اذنك باخذ الاستفسار اللي بعده وتجاوب على استفسار استاذ علي والاستفسار اللي بعده. يمكن ايضا في دكتوره نغم، تفضلي دكتوره المايك عندك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا دكتور صلاح في الحدود الشماليه، شكرا استاذ احلام وفريق عملي، بصراحه دائما بتجمعينا وبتسعدينا بالاجتماعات اليوسف الخفيفه الظريفه بدل المؤشرات اللي دائما بنحاول نحن نحسنها. بصراحه يعني دائما يعني اليوم كان في كالعاده افكار جديده ومبادرات ملهمه مع نخبه من مقيمين متميزين في المملكه، الله يعطيهم العافيه جميعا، واستمتعت صراحه انا وفريق عملي بالنيابة عن مقيمين الإدارة ومقيمين صحة جدة.
نبعث سلامنا ليكي وللدكتور صلاح وجميع المقيمين. وصراحة يعني اليوم كمان سمعنا يعني آخر التوصيات منك أستاذة أحلام والمعايير، وفي اللقاء كمان دائما بنستفيد من الأشياء اللي دائما عليها خلاف، وبتحط النقاط على الحروف، وبتكون يعني وقت نحاول إنه إحنا كل واحد بيطرح فكرته. فشكرا لكم، الله يعطيكم العافية، وشكرا. الله يعطيك العافية، شكرا دكتورة لإضافتك. دكتور صلاح، إيش رأيك ناخذ واحد استفسار أيضا؟ عاد أنت اليوم المحاور. مش مشكلة. تمام دكتورة يعني أميرة، تفضلي. السلام عليكم أستاذة أحلام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله دكتور. شكرا دكتور صلاح على اللقاء المثمر جدا ده، شكرا يا أستاذة أحلام، وشكرا على المساعدة التقنية. أنا سؤالي إن الـ OHP أو الـ Occupational Health Program آخر guidelines لي كانت 2019 if I'm right. الـ guidelines الحقيقة لحد دلوقتي إحنا بنعاني من عدم وجود flow chart واضح لما يكون مثلا في حالة حصل لها شرب أو needle stick injury والسورس يكون HIV أو كده. فإحنا محتاجين نعرف كل region الريفيرال بتاعه بيكون إزاي، وإيه المركز المنوط أو المستشفى المنوطة للريفيرال وملزمة أنها تقبل الريفيرال to do the procedure أو the process. ده طلب مش استفسار. حتى ايفن كمان بالنسبه للهيباتايتس بي اميونوجلوبولين، حضراتكم عارفين ان زي مراكز الاسنان او الامبيلاتوري ستاندنج الون امبيلاتوري كير بيبقى احنا ما عندناش طوارئ، فبالتالي ما عندناش ان احنا نوفر الانترافينوس اميونوجلوبولين في حالات اللي بتكون السورس فيها بوزيتيف. فانا بس ايد لايك تو هايلايت ان احنا يكون في فلو تشارت واضح للريفيرال جوه كل ريجن. This is my point. النقطه الثانيه، النقطة اللي اتكلم فيها دكتور صلاح، الكلين والديرتي يوتيليتي، انا بشوف ان مش بس مراكز الاسنان، كمان الاوت بيشنت كلينك. يعني هو الستاندرد بينص على ان كل بيشنت كير اريا ملزم يكون فيها يوتيليتي ديرتي وكلين، لكن في اماكن اس بالريسك اسسمنت زي مثلا عيادات العيون مثلا عندنا او عيادات الاسنان زي ما دكتور صلاح ذكر، اتس توتالي احنا مش محتاجينها، لان احنا بنستخدم ديسبوزابل تيشو شيتس، كمان ما عندناش انفستيجيشن، فما عندناش انسترومنت، ولو في instrument ليها protocols للdisinfection جوه العيادة اللي غالباً بيكون low level. فthis is only برضو my point. Thank you so much للقاء الجميل ده. الله يعطيك العافية دكتورة، شكراً لك. والله دكتورة أنا عارفة أن تستخدموا single، بس كثير مناطق والله جداً جداً تصدمين أنه الوضع عندها جداً أقل من المتوقع. فعشان كده يمكن الستاندر نحطه عشان يعني نخلي الجميع يكون يعني على نفس النمط ويخدم الجميع في المملكة. يمكن دكتور صلاح رح يجاوب على هذا الاثنين. بالنسبة للفلو شارت اوكيبيشنال هيلث، أنا أتفق معك 2019 آخر تحديث، لكن للأسف دكتور إحنا عندنا إدارة مختصة في الوزارة، يريد توصلون صوتكم من قبل الصحة العامة في المناطق إلى الوزارة بلس الفلو شارت، لأن كل هذه ترى تبع زي النفايات الطبية لها إدارات مختصة. يمكن إحنا نقول رأينا كان فيكشن كنترول فيها، بس في الأخير لازم إدارة مختصة تبوس فيها كريجوليشنز. يعني والله يعطيكم العافية جميعا. دكتور صلاح المايك عندك. شكرا أستاذ أحلام. إذا كان أنا فهمت السؤال أستاذ علي بخصوص الضغط والحرارة في CSSD والOR، هو بيتكلم إنه يعني معظم الأماكن دي صراحة هم ما فيها أصلا ما مركبة فيها أجهزة ولا فيها أجهزة بتاع الضغط والحرارة، فده الواقع اللي عندنا. نحن بالنسبة للOR نعترف تماما إنه ما زلنا نواجه مشكلة في الضغط وتغيير دورات الهواء، وما زالت نحن في المعيار بتسجيله صفر. تمام، بالنسبه للحراره والرطوبه في الغالب المستشفيات قامت بشراء مباشر لاجهزه بتاعت حراره ورطوبه ووضعها في الاماكن دي. اما بالنسبه للتعقيم الحمد لله يعني كثير جدا من الاماكن اللي حصل فيها تطوير اتطورت بحيث يكون فيها ضغط ورطوبه وفيها اجهزه متطوره جدا لقياس الضغط وتغيير دورات الهواء. الأقسام اللي لسه مش جاري عليها التطوير أو لسه ما اكتمل تطوير أو ما دخلت ضمن مشاريع التطوير ما زالت فعلا تعاني من موضوع الضغط والرطوبة أو تغيير دورات الهواء بالذات، يعني الضغط وتغيير دورات الهواء. بعض الأحيان قاعدين يستعملوا بورتابل، تمام، وحتى ده هيتوقع ان احنا اذا ما فعلا موجود وقاعد يتعامل بصوره صحيحه قاعدين نعطيهم صفر. بالنسبه للشيرنج دوكومنت، الجزئيه الخاصه بالبوليسي لها خصوصيه، الجزئيه الخاصه بالبوليسي كل مستشفى لازم يعدل على البوليسي بناء على
الخدمة اللي هو بيقدمها زي ما قال الأستاذ أحلام. لكن في أشياء أخرى غير البوليسي، النماذج، كيف تعبي نموذج معين، كيف تعمل خطة، كيف تعمل برنامج، كيف تعمل برنامج تدريبي، كيف تعمل نموذج بتاع متابعة، كليننج، تيرمينال كليننج، الحاجات دي هي تقريبا ما فيها تغيير بين المستشفيات. مستشفيات 50 سرير، 100 سرير، 200 سرير متشابهة، وبالتالي يقدر كل واحد يستفيد من النموذج ويستفيد من كيفية التعبئة. يعني مثلا كلكم ممكن كنا سألتوا عنه، هو البي بي دي كونفرشن ريت. نلقى مستشفى عامل طريقة كويسة جدا يعمل بها كيف الريبورت بتاع البي بي دي كونفرشن ريت، نقوم نعمم على بقية المستشفيات. يعني على ذكر عيادة الموظف، بالنسبة للريفير طبعا هنا نحن معلومة فقط، إنه إذا كان فعلا محتاج الستاف ريفير بيمشي للمستشفى المركزي، في غالبا هو عرعر المركزي للطوارئ بتحويل من المراكز أو المستشفيات الصغيرة، يمشي هناك فعلا هو بيتعمل له بقية الإجراءات إذا كان الإميونوجلوبيولين أو غيره. أتمنى إنه أكون جاوبت جميع الأسئلة. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا شكرا لك دكتور. الختام عندك بعد إذنك. شاكرا لكم جميعا الزملاء في إدارة العامة لمكافحة العدوى، الأستاذة أحلام على دعمها وعلى تشجيعها المتواصل، والأستاذ عادل وسالم وفهد وكل الزملاء في الإدارة العامة في مكافحة العدوى في إدارة البرامج، وشاكر أيضا للزملاء مقيمين المناطق والحضور الكريم، وللأستاذ أحمد وعلي ونغم وجميع اللي شاركونا في مداخلاتهم اليوم. شكرا لكم جميعا، ونأسف للإطالة. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا، وفي حفظ الرحمن، وكل عام وأنتم بألف خير.